بسم الله الرحمن الرحيم، الاخوه الزملاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معدنا مع فيديو جديد من فيديوهات البي ام بي، وما زلنا في شابتر 1، وهنبدا دلوقتي في 1.2.4 components of this guide، مكونات الجايد ده. في الجزء ده عايز يدي نبذه كده عن ايه اللي هنشوفه في الكتاب خلال الفترات الجايه، بحيث ان احنا نبقى يعني عملنا تمهيد كده لما نبدا ندخل على حاجه اسمها النولج اريا نبقى عارفينها، لما ندخل على بروسيس جروب نبقى فاهمين الكلام ده كله. فهيبدا يدي التمهيد اللي هو عباره عن الكومبوننتس اوف ذيس جايد، مكونات الكتاب. بدا في البدايه يقول ان الكومبوننتس دي موصوفه في جدول 1-3 تيبل 1-3، وفي التيبل ده بدا يحط الايتيمز وهيرجع يشرحهم تاني بالتفصيل، بس نعدي عليهم. التعديه المستمره لا شك ان هي بتثبت المعلومه في دماغنا بشكل احسن. في البدايه بدا يقول ان انا عندي حاجه اسمها بروجكت لايف سايكل. اللايف سايكل مقصود بيها دوره حياه المشروع. يعني ايه دوره حياه المشروع؟ يعني من ساعه ما يبدا المشروع لغايه ما ينتهي هيحصل ايه خلال دورة الحياة دي، من بداية المشروع لنهاية المشروع. دي كده البروجكت لايف سايكل، فهي عبارة عن مجموعة من المراحل، بيقول سيريس اوف فيزز، مجموعة من المراحل، والمراحل دي هيبدأ انه يعرفها في الجزء اللي بعده. طب ايه هي المراحل؟ ايه هي البروجكت فيزز؟ البروجكت فيزز دي مجموعة من البروجكت اكتيفيتيز، مجموعة من الانشطة بتاعة المشروع اللي هي بتساهم في ان انا اكمل ممكن ديليفرابل، مخرج يعني من مخرجات المشروع، واحد او اكتر من الديليفرابلز دول. فبالتالي انا قلت كده ان انا عندي بروجكت لايف سايكل اللي هي بداية المشروع لغاية نهاية المشروع، وفي النص الفترة دي اللي هي مدة المشروع بنقسمها فيزز. بنقسم ليه؟ لسهولة المانجمنت، لان انا عشان ادير الموضوع كله مرة واحدة لا شك ان هو ممكن يبقى اصعب. طيب ما اكسر الحاجة، ودي ناخد منها عبرة دايما، ان احنا اي مشكلة بتواجهنا نحاول ان احنا نعمل بريك داون او اتاكينج للبروبلم، او يعني ان انا بكسر المشكلة لعناصرها الاولية. دايما ان انا وانا بدير اي حاجة كل ما بكسرها اكتر بقدر ان انا ادير بمستوى احسن، بس طبعا بتكلفني مجهود وبتكلفني تايم اكتر، لكن بتطلع نتيجة افضل، لان انا كسرت المشكلة لعناصرها الاولية، كسرت المشروع لمجموعة من الفيزز، فهقدر ان انا اسيطر بشكل احسن. نيجي بعد كده للديفينيشن اللي بعده، الفيز جيت. الفيز جيت عبارة عن في نهاية كل فيز انا عايز انتقل للفيز اللي بعديها، فهقول هل فعلا انا حققت اللي كان مطلوب ولا لا. حاجة زي تشيك بوينت كده، نقطة ان انا بعمل تشيك عندها، هل انا فعلا خلصت اقدر انتقل للفيز اللي بعدها ولا لسه. فهي تعتبر بيسميها ريفيو، نقطة مراجعة لعند نهاية الفيز عشان اخد قرار هل اقدر اكمل وفي الفيز اللي جاية، او محتاج مثلا ان انا اعمل تعديلات عليها، ولا محتاج ان انا اقفل المشروع خلاص الموضوع مش نافع. فدي كده الفيز جيت. البروجكت مانجمنت بروسيس اللي هي تعتبر العمليات، كنا اتكلمنا قبل كده على البروسيس وقلنا ان الكتاب هيكون متكون من مجموعة من البروسيس. الوحدة الرئيسية وانا بدرس الكتاب ده هي تعتبر البروسيس، هو متقسم لمجموعة من البروسيس. البروسيس عبارة عن ان انا عايز اعمل حاجة معينة، فعايز اشوف هعملها ازاي، ايه اللي محتاجه عشان اعرف اعملها، طيب وبعد كده هستخدم ايه تولز وتكنيكس، وبعد ما اعملها اطلع ايه. طب عشان نبقى فاهمين اكتر ناخد امثلة مثلا على البروسيس، مثال زي ديفاين للاكتيفيتيز، انا عايز اعرف ايه هي الانشطة اللي موجودة مثلا في المشروع، طب عشان اعرف الانشطة محتاج ايه، وطريقة التعريف دي ممكن اعملها ازاي، ايه التولز اللي انا ممكن استخدمها، وبعد ما اخلص تعريف هيطلع لي ايه، يطلع لي الانشطة. طبعا نفس الحكاية بقى للاستيميت للكوست او مثلا الكواليتي كنترول، كل دي تعتبر عمليات، كل عملية منهم انا عايز احط لها قواعد، inputs tools وtechniques output، inputs tools وtechniques وoutput. فبالتالي هي تعتبر الوحدة الرئيسية للإدارة او للكتاب نفسه او الجايد. بعد كده عندي البروجكت مانجمنت بروسيس جروبس. البروسيس جروب هي مجموعة بروسيس بيقسمهم طبقا لطبيعة العمل، فهو الكتاب قسم لخمسة بروسيس جروبس، كل بروسيس جروب فيها مجموعة من البروسيس، يعني كأنه تجميع او تصنيف للبروسيس دي لخمسة كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولى اللي هي الانيشيشن، البروسيس اللي محتاجها في بداية المشروع عشان ابدأ. البروسيس جروب الثانيه اللي هي البلاننج، عمليات او مجموعه البروسيس اللي انا محتاجها في التخطيط اللي هي تعتبر عمليات تخطيطيه،
والاكسكيوشن اللي هي العمليات التنفيذيه اللي انا بنفذ بيها اللي خططته، يعني انا عملت خطه معينه وعايز انفذها، فبالتالي في مجموعه عمليات للتنفيذ. يجي بعد كده عمليات المونيتور اند كنترول، يبقى البروسيس جروب الرابعه المونيتور اند كنترول، باعتبار ان انا اللي نفذته ده عايز اتحقق منه هل كان فعلا زي الخطه ولا لا. يبقى عندي خطه وعندي تنفيذ، وهراجع الاثنين دول على بعض اشوف التنفيذ كان زي الخطه ولا لا، يبقى هي دي المونيتور اند كنترول. وفي النهايه عايز اعمل كلوزنج سواء للمشروع او للفيز. دي كده التقسيم بتاع البروسيسز على البروسيس جروب، ان انا صنفتهم خمس انواع طبقا للمرحله اللي هم موجودين فيها، وان كان الكتاب بيقول ان مش دي الفيزز، يعني البروسيس جروبس ما تخلطش ما بينها وما بين الفيزز اللي كنا ذكرناها من شويه، لان الفيزز برضو هتبقى على حسب كل مشروع. ممكن مشروع مثلا متقسم بتاع الكونستراكشن مثلا بيقول انا هعمل في الاول مثلا في فيزابيلتي ستادي، وبعد كده ديزاين، بعد كده هعمل مثلا اووردنج لمقاول، وهيجي مرحله الكونستراكشن، وفي الاخر تيستنج وكوميشننج. دي كده فيزز، لكن البروسيس جروبس هتبقى ثابته معايا اللي هم الخمسه اللي قلناهم: انيشيشن، بلاننج، اكسكيوشن، مونيتور وكنترول، وكلوزنج في الاخر. في تقسيمه ثانيه اللي هي البروجكت مانجمنت نوليدج اريا، اللي هو العنصر الاخير في الجدول. النوليدج اريا جمع برضو البروسيس بس على حسب التخصص بتاعها، التخصص هي تتبع لأني فرع من فروع العلم، هي تبع ايه؟ تبع التايم ولا تبع الكوست ولا تبع الكواليتي ولا تبع الريسورسز ولا تبع الريسك ولا البروكيورمنت ولا الستيك هولدر؟ كل واحد من دول يعتبر واحد من النوليدج ارياز، فبالتالي احنا عندنا 10 نوليدج اريا هنتكلم عليهم. ده كده ايه بريف، وهيبدا ان هو يتكلم واحده واحده على الكلام ده. هينتقل بعد كده لبروجكت اند ديفلوبمنت لايف سايكل، هيبدا يشرح الاول اللايف سايكل، وبيقول ان اللايف سايكل زي ما قلنا في الجدول مجموعه من الفيزز، والبروجكت الفيزز نفسها بتكون من بدايه المشروع لنهايه المشروع. يعني عندي اللايف سايكل بدايه لنهايه، بدايه المشروع لنهايه المشروع، متقسم لمجموعه من الفيزز. الفيزز دي ممكن ان هي تكون سيكوينشال، يعني ورا بعضها، اخلص فيز هبدا اللي بعديها. يعني انا مش هعرف ابدا مثلا في الكونستراكشن مثلا يعني غير لو كنت خلصت الديزاين، لو في حاجه مثلا اللي هي مثلا لازم اعمل ديزاين خلصان، او مثلا مش هبدا في الديزاين غير لما اكون خلصت مثلا فيزابيلتي ستادي، او مش هبدا في الديزاين غير لما يكون عندي اووردنج لديزاينر او هايرنج لديزاينر، ان الديزاينر بقى موجود، خلصت مرحله الاووردنج للديزاينر ابدا اقول له صمم. نفس الشيء اووردنج للكونتراكت بتاع الكونستراكشن بتاع الكونتراكتور نفسه، بعد ما اخلص الفيز دي ابدا اقول له خلاص نفذ بقى، انت جيت وعيننا خلاص مقاول واتفقنا عليه وعملنا له اووردنج، ممكن بقى بعديها ان هو يبدا ينفذ. يبقى سيكوينشال معناها ان هي تتابعيه، دي تخلص اللي بعديها تبدا. في نوع تاني اللي هو اتريتيف، اتريتيف يعني على شكل محاولات، ان انا عمال اعمل اوبشن 1 اوبشن 2 اوبشن 3، بحاول ان انا اعمل اكتر من مرحله او اكتر من محاوله. زي مثلا لو انا بعمل ديزاين مثلا، والديزاين عمال اعمل كذا اوبشن، مثلا اوبشن ان هو يكون اتطور مثلا له شكل معين كده اللي هو بيسموه ايه ديزاين المتفجر كده، عامل ايه في حاجات كيرفات يعني او حاجه متفجره شويه، او مثلا ديزاين اللي هو يكون لاند مارك او شكله غريب زي مثلا برج مجدول مثلا، حاجه كده ايه البرج شكله لافف. طيب عمال اعمل لك كذا اوبشن واطلع لك اوبشنز مختلفه، دي تعتبر iterations، محاولات ان انا اطلع اكتر من alternative او اكتر من اختيار. اوفرلابنج ممكن يكون متداخل، زي موضوع مثلا الديزاين مع الكونستراكشن، ممكن ان انا ابدا مثلا في جزء معين من الديزاين اللي المقاول يقدر انه يبدا بيه شغل، وبعد كده اكمل بقيه الديزاين اللي كان فاضل، فممكن يكون في اوفرلابنج في الفيزز بتاعه المشروع. وبدا يتكلم على ان البروجكت لايف سايكل، قال فيجر 1.5 اللي هو كان في الصفحه اللي فوق، قال ده يعتبر فيجر نمطي لموضوع الفيزز، يعني هو يعني عايز يحط ابسط مثال للفيزز، يعني ممكن مثال بتاع الكونستراكشن ما يشتغلش مع الاي تي، ما عندهمش مثلا موضوع الديزاين وبعد كده الكونستراكشن وبعد كده تيستنج وكوميشننج، وان كان عندهم حاجات مشابهه. طيب هو عايز يحط حاجه معتاده او حاجه نمطيه او حاجه تنفع مع المعظم، فقال انا عندي الفيز الاولى هسميها ستارتنج ذا بروجكت، بعد كده اورجنايزنج وبريبيرنج، بعد كده كارينج اوت ذا بروجكت او ذا ورك ان انا بنفذ الاعمال، وبعد كده اندنج ذا بروجكت بحاول ان انا اقفل المشروع. وما بين كل واحد والتاني في علامه معين اللي هو الجيت، ان انا عند الجيت دي بتحقق
هل فعلا الفيز دي كانت اوكي ابدا فعلا في اللي بعديها، ولا ابدا مع شويه موديفيكيشنز مثلا، ولا في المشروع خالص انا مش عايز ان انا اكمل. تحتيها حاطط الخمسه بروسيس جروبس، وتحتيهم النولج اريا، وحاطط كده الكي ان المعين ده فيز جيت، وان المربع اللي هو كان فوق البروجكت فيزز اللي هم ستارتنج واورجنايزنج كارينج اوت واندنج، والسهم بوتنشال يوز يعني استخدام محتمل، والتايم لاين اللي هو شريط الوقت او الخط الزمني. وبدا بعد كده يتكلم على اللايف سايكل، ان هي ممكن تكون بريدكتيف او اتريتيف او انكريمنتال او ادابتيف او هايبريد، يعني نموذج مختلط ما بين دول، وهيتكلم على كل واحده فيهم ويشرحها. قال الاول موضوع البريدكتيف لايف سايكل. لايف سايكل تبقى بريدكتيف يعني ايه؟ يعني انا قادر على التنبؤ بيها، قادر ان انا اعمل بريدكشن، قادر ان انا اتنبأ بيها. ازاي؟ كونستراكشن مثلا، في الاعمال النمطيه، في اعمال الانشاء نفسها، انا عندي الدروينجز وكلها موجوده وعارف المشروع هيتنفذ ازاي، عارف كل السكوب وعارف تقريبا التايم المفروض هيشتغل ايه، والدروينجز كلها خلاص جاهزه عندي. طيب ما اقدرش ان انا اعمل تصميم او اعمل بلاننج كامل، اعمل تخطيط كامل للمشروع. اقدر ان انا اعمل تخطيط كامل، لو عملت تخطيط كامل للمشروع ما انا عندي السكوب موجود، يبقى كده انا شغال بريدكتيف، انا شغال تنبؤي، لان انا قادر ان انا اتوقع فعلا المشروع مكوناته ايه، فبالتالي قادر ان انا اخطط التايم، اخطط الكوست، اقدر ان انا اعمل بلاننج للحاجات المستقبليه دي. مش متوقع مثلا ان هيحصل تغييرات كبيره، حتى لو حصل تغيير هعمل مانجمنت للتشينج ده، لكن التغيير بيبقى له حدود برضه. ده كده البريدكتيف لايف سايكل. النقطه الثانيه الايتريتيف لايف سايكل. ايتريتيف معناه ان انا شغال زي ما قلنا من شويه على ايتريشنز، ان انا عمال احاول اعمل محاولات، ان انا بشتغل بنظام الاوبشن، ان انا اطلع مثلا ايتريشن اولى نجحنا فيها، لا ما نجحناش، طب نعمل ايتريشن ثانيه ماشي ماشي الحال شويه بس محتاجين موديفيكيشن، طب نعمل ايتريشن ثالثه وهكذا. فبالتالي اللايف سايكل بيبقى فيها تجريب، ان انا عمال اطلع اوبشنز الترناتيف، زي موضوع الكونسبت ديزاين عندنا مثلا في التصميم المعماري. نيجي للنوع الثالث اللي هو الانكريمنتال. انكريمنتال مقصود بيه ان انا بعمل انكريمنت بعديها انكريمنت بعديها انكريمنت، ان انا ما بشتغلش كله مره واحده، لا بشتغل واحده واحده. يعني ممكن نقول ان هي مش معتاده في الكونستراكشن قوي، او في الكونستراكشن الانكريمنتس كتير، باعتبار ان انا وانا شغال في الكونستراكشن مثلا انا يوميا بيبقى في عمليات انسبكشن، يعني عمليات فحص مثلا، الناس تيجي وتشوف وتتحقق ان فعلا البرودكت الموجود تمام مظبوط، فاحنا يعني مش محتاجين بقى انكريمنتس، ده يوميا الشغل شغال. هي مطابقه اكتر للناس بتوع الاي تي اللي شغالين ديفلوبمنت. ديفلوبمنت معناها البرمجه، يعني لما حد بيعمل ديفلوبمنت لسوليوشن معناه ان هو بيعمل برمجه لبرنامج او ابلكيشن بتاع كمبيوتر. الناس اللي بتعمل ديفلوبمنت ما ينفعش بقى ان هو يقعد خمس ست شهور مثلا شغال على البرنامج ويجي كلاينت يجي يبص عملت ايه وريني، لا 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 ده احنا ما كناش عايزين كده خالص، ده انت رحت شمال خالص، احنا كنا عايزين الناحيه الثانيه، لا مش هي دي الشكل اللي احنا عايزينه، ولا دي الفانكشنز اللي احنا كنا عايزينها مثلا. طيب ما كنا نشتغل شهر بشهر مثلا، اسبوعين باسبوعين، هي دي الانكريمنتس. الناس بتوع الاي تي لقوا ان هم محتاجين لكده، ده نظرا لان طبيعه الاي تي كان معتاد في الماضي ان معظم الكلاينتس مثلا بيبقى ما عندوش متابعه قويه للاي تي، باعتبار ان هو مش زي بقى الهيكل اللي موجود في الكونستراكشن مثلا، نلاقي مثلا عند المالك عدد كبير من المهندسين اسمهم مهندسين المالك، وعند وفي استشاري كمان اللي هو بيراقب على المقاول والمقاول شغال، اعداد كبيره شغاله. لكن في الاي تي كنت بتلاقي مثلا ايه، احنا محتاجين نعمل برنامج، طب قولوا لشركه كمبيوتر، تيجي الشركه دي بتاعت سوفت وير هاوس يعني بيعمل ديفلوبمنت او برمجه، يجي يدرس مثلا الريكويرمنتس يقول خلاص انا فهمت انتوا عايزين ايه، هعمل لكم اللي انتوا عايزينه، ويقعد ست شهور كده شغال، وبعد كده يقول لهم انا طلعت كذا، يكتشفوا ان لا مش ده اللي كنا عايزينه، فقالوا لا خلاص الطريقه بتاعت الووتر فول دي مش هتنفع معانا، احنا محتاجين ان احنا نشتغل على شكل انكريمنتس، ان انا كل ما اخلص موديول خلال اسبوعين اجيبك واشوف وتعمل انسبكشن كده، هو ده اللي انت عايزه ولا لا، عشان ما ابنيش وبعد كده تهد. في الكونستراكشن يعني ممكن النقطه دي مش محتاجينها قوي في معظم الشغل النمطي، باعتبار ان هو الانسبكشن شغال يومي، يعني في اليوم عدد كبير من الانسبكشنز، فما بنبقاش محتاجين للنقطه دي. الا مثلا لو انا بتكلم في حاجه زي مثلا ديزاين، ما اجيش هشتغل على الديزاين كله بتاع الكونسبت ديزاين مثلا، واقعد شغال مثلا شهرين على الكونسبت، وبعد كده اجي اعرضه على المالك واقول له، يقول لي لا لا ده كده
في اتجاه مختلف خالص. طب ضيعت لي شغل الشهرين ليه؟ لا كنا خلينا نشتغل انكريمنتس مثلا، ان انا اطلع لك مثلا حاجه معينه وبعد كده حاجه تانية وهكذا. فده يعتبر الانكريمنتس. في التعريفات في الكتاب ممكن نحس ان هو دخل الانكريمنت في الجزء بتاع الاتريتيف ودخل الاتريتيف في الانكريمنتال، وبقى التعريفين متشابهين. بس هو في النهايه في نهايه الباراجراف ده قال لو عايزين يعني تعرفوا الموضوع اكتر ارجعوا في الابندكس، هنلاقي فيه كيرف كده في الابندكس بيبين ان الاتريتيف بيتكلم في الاتريشنز ان هي كتيره، والانكريمنتس ان انا بيتكلم في سكه تانية ان انا بعمل مجموعه من الانكريمنتس يعني، او بشتغل المشروع على مجموعه من الانكريمنتس. لو انا بقى عندي شغال الاثنين في نفس الوقت ده هنلاقيه برضو في الكيرف اللي في الابندكس، الكيرف ده موجود لو رجعنا له في الابندكس هنلاقي الكيرف بقى بيبين ان انا لو شغال على التو دايمنشن مع بعض، يعني شغال اتريتيف وشغال انكريمنتال، الاثنين دول مع بعض بسميهم ادابتيف يعني تكيفي، وبتتقال عليها برضو ان هي اجل، والكلمة بتنطق اجل او اجايل الاثنين نطقهم صح، هنلاقي الاثنين موجودين يعني ده ممكن نطق امريكان اجل والبريتش اجايل، وانطقها ازاي على حسب الكوميونتي اللي انا موجود فيه يعني على حسب الناس اللي حواليا بتتكلم ازاي، فده بنطقها بنفس الشكل ده سواء ده او ده الاثنين موجودين ونقدر ان احنا ايه نعرف الكلام ده بسهولة يعني. فالاجل اللي هو يعتبر الاثنين بقى مع بعض، انا شغال على الدايمنشن بتاع الاتريشن وعلى الدايمنشن بتاع الانكريمنتس، والاثنين المشروع اتريتيف وفي نفس الوقت في انكريمنتس، فكده يبقى انا شغال تكيفي او ادابتيف. والنوع الاخير اللي هو الهايبريد، هايبريد معناه ان هو مختلط، ان انا باخد حاجه مع حاجه، زي مثلا مشاريع الانشاءات، مشاريع الانشاءات الجزء بتاع الديزاين ممكن يكون ادابتيف شويه باعتبار ان انا في مثلا شغل هيتعمل وبعد كده هرجع اوريهم وبعد كده ارجع تاني اعيد، يعني الموضوع انا مش عارف هوصل لايه، فطالما انا مش عارف مش محدد السكوب بالنسبه لي وبحاول ان انا اعمل انوفيشن ابتكار معين، فبالتالي هلاقي نفسي مضطر ان انا اشتغل ادابتيف. ونيجي بقى على الجزء بتاع الكونستراكشن، بعد ما يكون الديزاينر عمل الدروينجز وطرحناها والمقاول اترس عليه وخلاص بقى في مقاول ومعاه دروينجز، في الغالب ببقى بريدكتيف لان بيبقى الشغل معروف، الا لو انا بشتغل حاجه يعني كوست بلس مثلا مش معروف هيبقى الموضوع عباره عن ايه، فبالتالي ممكن ساعتها ان الموضوع يبقى ادابتيف هو كمان ساعتها. لكن الهايبريد ان هو يكون مختلط، يكون ميكس ما بين الانواع دي. نيجي بقى للكتاب، بدا يقول ان هو الموضوع متروك للبروجكت مانجمنت تيم، اتس اب تو ذا بروجكت مانجمنت تيم ان هو يحدد البيست لايف سايكل بالنسبه له، يعني مفيش حاجه اسمها ان انا لازم اشتغل ادابتيف لان هو ده الصح، لا ممكن يبقى البريدكتيف هو الصح على حسب المشروع. والكتاب نفسه هو اللي بيقول كده، بيقول متروك للبروجكت مانجمنت تيم ان هو يحدد البيست لايف سايكل بالنسبه له. وجا اتكلم بعد كده على ان اللايف سايكل محتاجه ان هي تكون مرنه فليكسيبل، يعني ما تبقاش الموضوع محكم يعني بزياده، والفليكسيبيليتي دي بعملها من خلال يعني الحاجات النمطيه بقى ايدنتيفاي بيرفورم ادجاست. ايدنتيفاي ان انا بعرف ايه هي البروسيس اللي انا عايزها، بيرفورمينج ببدا انفذ البروسيس اللي انا عرفتها، بعد كده ادجاستنج ببدا ان انا اعدل في الخصائص دي بناء على التنفيذ ومراقبتي للتنفيذ ده. وبدأ يقول تاني برضو ان البروجكت لايف سايكل بتاعة البروجكت ممكن تكون مختلفة لان هي مش متعلقة وملهاش علاقة بالبرودكت لايف سايكل. البرودكت لايف سايكل هو مصنع معين انا طلعت المصنع، ملهاش علاقة بقى، ممكن ان هو المصنع ده يبقى موجود بعد كده يتوسع، ممكن ان هو يهدوه يعملوا مصنع تاني، ممكن ان هو يتعمل له ريبير كل فترة ومينتنانس، يعني له لايف سايكل خاصة بكل برودكت مختلفة، البروجكت ملوش علاقة بالموضوع. دخل بقى على النقطة الثانية اللي هي 1.242 اللي هي البروجكت فيز. البروجكت فيز كان عرف في الأول في الجدول إن هي مجموعة من الأنشطة، قال إن هي كوليكشن أوف لوجيكالي ريليتد بروجكت أكتيفيتيز، بعملها عشان أحقق ممكن ديليفرابل واحد أو أكتر من ديليفرابل. والفيزز ديت بتوصف بإن هي بقدر ان انا اوصفها بمجموعه من الاتريبيوتس الخصائص، يعني ان انا اسميها مثلا على سبيل المثال او المرحله الاولى الثانيه الثالثه، طيب مش هينفع كده، طيب مرحله اي بي سي برضه لسه مش هينفع مش واضحه يعني، طيب بلاش خلاص خليها مرحله الفيزابيلتي ستادي، مرحله الكونسبت ديزاين، مرحله مثلا السكيماتيك، مرحله التندر دروينجز، مرحله الاوردنج او البيدنج، وبعد كده awarding، بعد كده construction testing and commissioning، بدأت ان انا اطلع مجموعة من المراحل.
فممكن ان انا اسميها بالنيم، اسميها بنمبرز، اسميها بالديوريشنز، مثلا كوارتر 1 كوارتر 2 وان كانت يعني مش منطقيه قوي. الريسورس ريكويرمنتس على حسب الاحتياج، مثلا المرحله اللي محتاجين فيها البايلز مثلا، فبالتالي محتاجين فيها اعمال البايلنج، البايل الريجز اللي هي اللي بتحفر مثلا البايلز. ممكن نسميها او اميزها بالانترنس كرايتيريا، اللي هو انا هدخل في السايكل دي او في الفيز دي امتى، او بالاكزيت كرايتيريا انا هخرج من الفيز دي امتى. على سبيل المثال لو انا بتكلم مثلا في البيدنج، انا هخرج من البيدنج امتى؟ لما يخلص الايفالويشن وارسي على ان في مقاول معين وخلاص هرسي عليه، فبالتالي ده كده خروج من هنا. طب وهدخل في الكونستراكشن امتى؟ لما يحصل اووردنج، حصل اووردنج وبعتنا للمقاول النوتس بتاعته ان يلا ابدا، فساعتها هدخل في المرحله بتاعه الكونستراكشن. فدي كرايتيريا، فممكن ان هي تتميز بالكرايتيريا. وعطى في الاخر للفيزس يعني مجموعه من الامثله. طبعا الامثله مختلفه ومتنوعه على حسب المجال. كونسبت ديفلوبمنت، التطوير بتاع الكونسبت، طبعا يعني ممكن ده يبقى في الجزء بتاع الاي تي او في الجزء بتاع الكونستراكشن يمشي. فيزابيلتي ستادي برضه نفس الشيء، لانه شيء يعتبر بزنس اكتر، ان انا بعمل دراسه جدوى. وكاستمر ريكويرمنتس، ان انا بجمع الريكويرمنتس، ده برضه ينفع الاثنين. انا عايز اعمل مثلا ابلكيشن بتاع كمبيوتر، فبالتالي لازم ان انا اقعد مع الناس ادرس هم عايزين ايه، احتياجاتهم ايه، هم كانوا بيشتغلوا مانيوال ازاي، فعشان اقدر اعمل لهم اوتوميشن بنفس الشكل اللي كانوا شغالين او افضل. نفس الشيء لمثلا الناس بتوع الكونستراكشن، عايز اعمل مثلا مبنى في مستشفى، طيب انتوا محتاجين ايه؟ المبنى ده هيبقى تخصصه ايه؟ عايزينه كام دور؟ عايزينه مثلا في فاسيلتيز معينه مثلا زي نيجاتيف بريشر مثلا عشان انتقال العدوى، طيب ايه الريكويرمنتس بتاعتكم كلها؟ قولوها لي. سوليوشن ديفلوبمنت، تطوير الحل، طبعا دي الترجمه الحرفيه تطوير الحل، بس هي السوليوشن اللي هو الابلكيشن برنامج الكمبيوتر مثلا. والديفلوبمنت اللي هو التطوير يقصد بيه البرمجه. التطوير معتادين ان احنا لما نتكلم بالعربي على كلمه تطوير ان انا عندي حاجه وبغيرها يعني بطورها، ده معنى التطوير. لكن الديفلوبمنت دايما لما بلاقيه مقصود بيه ان انا بنشئ من البدايه، يعني ديفلوب بلان مثلا، ان انا بعمل الخطه دي من البدايه. فنحاول نكيف نفسنا مع الديفلوبمنت بالمصطلح ده. بس طبعا هنا في السوليوشن ديفلوبمنت مقصود بكلمه ديفلوبمنت اللي هي البرمجه، اعمال البرمجه. سوليوشن ديفلوبمنت يعني برمجه برنامج الكمبيوتر مثلا اللي انا هشتغله. الديزاين التصميم، البروتوتايب نموذج مثلا، زي لما اكون عندي مثلا فندق بعمل موك اب روم او بروتوتايب ليها مثلا، او البروتوتايب للمشروع كله ان انا بعمل برسبكتيف مثلا او 3D مثلا خاص بالمشروع قبل ما ابدا انشائه، سواء كان الموديل ده فيزيكال اقدر امسكه يعني او ملموس، او كان على الكمبيوتر، ده برضو يعتبر بروتوتايب. البيلد ان انا ابدا ان انا انشئ، وان كانت عامه يعني ممكن بيلدنج للبروجرام وممكن بيلدنج للمنشا. التستنج في النهايه عايز اختبر الحاجه اللي انا عملتها ده عملتها مظبوطه ولا لا، فبالتالي ممكن يبقى في مرحله للتستنج والكوميشننج. الترانزيشن ان انا انقل الشيء من حاله لحاله ثانيه، يعني كان في مرحله الكونستراكشن عايز انقله للبرودكشن، انا عملت مثلا مدرسه عايز اعملها ترانزيشن بقى للناس اللي هتعمل اوبريشن للمدرسه دي. هتشغلها ازاي؟ تجيب مدرسين، تجيب طلبه وتبدا تشرح، فبالتالي انا عايز انقلها اعملها ترانزيشن من حاله الكونستراكشن لحاله البرودكشن. الكوميشننج قلناها مع التسليم والاختبارات. المايلستون ريفيو ان انا راجع على المايلستونز اللي انا كنت حاططها. كلمه مايلستون مقصود بيها الترجمه الحرفيه ان هو حجر مثلا كان يعني نشا الاكسبريشن نفسه، وكثير مننا عارفين اكيد يعني ان كان الجيش مثلا كان بيبقى ماشي وعايز يميز الاماكن اللي هو عدى فيها، فبيحط كل مثلا ميل يحط حجر معين عشان يبقى عارف مثلا الطريق او كده. فنشا الاكسبريشن ان انا بستخدم كلمه مايلستون للدلاله على بدايه مرحله معينه او نهايه مرحله معينه او حدث مهم هيحصل، عايز اميز نقاط زمنيه مدتها صفر، هي عباره عن لحظه في الزمن عايز ان انا اميزها عشان اتابعها بعد كده. وفي الغالب بتتابع مثلا على الليفل بتاع التوب مانجمنت. جماعه بتوع التوب مانجمنت لما يجي ياخد تايم سكيدجول مثلا مش محتاج او ما عندوش وقت ان هو يبص في كم الاكتيفيتيز الكبير الموجود، عندي مثلا سكادجول فيه 3000 اكتيفيتي او 4000، هو مش ما عندوش الوقت انه يقعد يبص في
كل الاكتيفيتيز دي. هو عايز at one glance يعني في صفحة واحدة يشوف البروجكت كله الاستيتس عبارة عن ايه. فبالتالي عايز مثلا 5 أو 6 مايل ستونز موجودين. مايل ستون الاولاني بيقول له نهاية مرحلة الخرسانات مثلا امتى، المايل ستون الثاني بيقول له نهاية مرحلة مثلا التشطيبات امتى، المايل ستون الثالث نهاية المشروع امتى، المايل ستون الرابع مثلا تجهيز الاكويبمنتس بتاعت المشروع، الفيكشرز والاكويبمنت اللي انا هحطها يعني عمليه الفرش للمشروع وان هو يشتغل، مايلستون اخير مثلا السوفت اوبننج مثلا او كده. فبالتالي كل مايلستون بيحدد مرحله معينه، ممكن المايلستون يبقى زياره هامه، توريد معده معينه، يعني حاجه مهمه انا عايز ان انا اتابعها. الليسنز ليرند ممكن يعني ايه تبقى في الاخر المشروع، ان انا عايز اجمع الليسنز ليرند، وان كان الاصح ان الليسنز ليرند بتتجمع طول عمرها على فترة المشروع، بيبقى عندي داتابيز للليسنز ليرند، بس هو البروجكت مانجمنت او الجايد اعتبرها ان هي فيز، وان كانت ان هي يعني ممكن اللي يكون الاصح ان هي بتتجمع على طول على مستوى او على زمن المشروع، فبالتالي ممكن نعتبرها ان هي فيز بس تكون اوفرلابنج فيز، ان هي متداخله مع جميع المراحل مثلا باستمرار في ليسنز ليرند موجوده. وبدا يقول ان الفيزز ممكن ان هي established based on على ايه المانجمنت نيدز، مثلا احتياجات الاداره نفسها، ان انا في كل مرحله هدير بشكل معين، فبالتالي اقسم فيز وفيز وفيز. النيتشر اوف بروجكت، لا شك مشاريع الكونستراكشن فيها نمط معروف للفيزز، مشاريع الاي تي هيبقى ليها نمط تاني وهكذا، المشاريع البحثيه ليها نمط مختلف خالص، ان انا بجمع الداتا بعد كده ببدا ان انا احلل الداتا دي وببدا ان انا استنبط حاجه وبعد كده يبقى عندي ريزلتس وريكومنديشن وهكذا. الفيزز ستختلف على حسب نوع المشروع. اليونيك كاركترستكس للاندستري او الاورجنايزيشن او للتكنولوجي، على حسب الاندستري طبعا زي ما قلنا اورجنايزيشن او تكنولوجي بتختلف طبعا الفيز من اندستري لاندستري ثانيه. البروجكت اليمنتس عناصر المشروع، زي مثلا ما هو ذاكر التكنولوجي الانجينيرنج البيزنس البروسيس الليجل، وطبعا بيختلف الموضوع على حسب المشروع زي ما قلنا. الديسيشن بوينتس اللي هي الجيتس اللي انا هحطها في كل مرحله، مثلا هاجي اقول انا خلصت فيزابيلتي ستدي، طيب اكمل في المشروع ولا ما اكملش؟ لا، الفيزابيلتي بتقول ما نكملش، لا اقفل المشروع، او بتقول كمل بس اعمل شويه تعديلات معينه مثلا، نعمل التعديلات دي ونشوف. فهنا بيبقى فيه جو او نو جو ديسيشن، ان انا باخد قرار اكمل او ما اكملش، فعشان كده بسميها ريفيو. او مثلا ديسيشن تاني ان انا خلصت الديزاين وعايز ان انا اشوف يعني هل فعلا ان انا ممكن انفذه بقى بتكلفه معقوله زي ما انا كنت متوقع في البدايه، لا ده الديزاين طلع يعني حاجه لاند مارك، حاجه جميله وجذابه وشكل فريد، فبالتالي هيحتاج تكلفه عاليه قوي في تنفيذه، والتكلفه دي مش متوقع للمكان ده وللمبنى ده ان هو يجيب العائد ده. طيب يبقى في هنا نو جو او نو جو مع موديفيكيشن او جو مع موديفيكيشن، ان انا اكمل بس لا اعدل التصميم، ارجع تاني اعمل ديزاين مره تانيه. فبالتالي موضوع الفيزز ده يعني بيختلف من بروجكت لبروجكت ومن اندستري لاندستري على حسب انا عايز ان انا اقسمها ازاي. يعني اتوقع ان هو يعني متغطي بزياده يعني في الكتاب، والكلام فيه يعني اكتر من الكافي يعني. وقال ان المالتيبل فيزز بتدي اوبورتيونيتي ان انا اقدر اعمل اسسمنت للبرفورمانس، زي ما قلنا في البدايه موضوع الاتاكينج للبروبلم، ان انا عندي مشكله وعايز اواجهها، عايز اكسرها لعناصر اساسيه، لما اكسرها اقدر اديرها بسهوله. ازاي؟ انا لما قسمت المشروع لبروجكتس مثلا وقلت ان في عندي مرحله للديزاين، لو ما كنتش متقسم وكان الموضوع ديزاين اند بيلت وعطيته للمقاول، جه عمل التصميم وبعد كده جاي ينفذ، واكتشفنا ان الفلوس عماله تتصرف بزياده والعائد مش هيجي. طب لما كنت مقسمه لمرحلتين، جيت عند الديزاين وقلت لا انا هنا هاخد قرار، وقدرت كويس ان انا اشوف اعمل كنترول، هل انا فعلا متوقع هصرف نفس المصاريف اللي كنت مخططها ولا لا. فالتقسيم خلاني اقدر ان انا اعمل مانجمنت بشكل اكثر فعاليه، ونفس الشيء على البرفورمانس، ان انا اشوف الاداء لكل مرحله فعلا as planned ولا لا، وبالتالي اقدر اخد الاكشنز سواء الكوركتيف او البريفنتيف. كوركتيف اللي هي التصحيحيه، بريفنتيف اللي هي الوقائيه عشان ما يتكررش الموضوع بخصوص البروجكت ده. وكده يبقى اتكلم على الجزء بتاع الفيزز، وبدا يتكلم بعديها على الفيز جيت.
1.2.4.3 الفيز جيت. الفيز جيت هي عبارة عن النقطة اللي انا بوصل فيها لنهاية الفيز وعايز ان انا اقرر اكمل ولا ما اكملش. عندي اكتر من اختيار، يا اما ان انا اكمل، يا اما ان انا اقول لا مش هكمل، يا اما ان انا ممكن اعمل تعديل موديفيكيشن معين. فبالتالي هي النقطة اللي عندها هيحصل عملية ريفيو. held at the end of the phase بتكون في نهاية الفيز، وبتكون ان انا بعمل فيها مقارنة للبروجرس والبرفورمانس بالبزنس دوكيمنتس. البزنس دوكيمنتس قال من امثلتها البروجكت بزنس كيس، ودي تعتبر حاجة مماثلة لموضوع الفيزابيليتي ستادي، ان انا اشوف هل الموضوع مجدي على مستوى البزنس ولا لا، وهنتعرف عليها بعد شوية. البروجكت شارتر اللي هو ميثاق المشروع برضو هنتعرف عليه في شابتر 4. البروجكت مانجمنت بلان خطة تنفيذ المشروع او خطة المشروع، خطة ادارة المشروع. البنفيتس مانجمنت بلان خطة ادارة المنافع المتحققة، اللي هو بيربط البروجكت بالبروجرام زي ما كنا اتكلمنا في البروجرام، ان هو بيتعرف بالبنفيتس او المنافع المتحققة منه. فدي كلها دوكيمنتس انا بقارن بقى بيها البرفورمانس بتاعي اللي انا وصلت له عند نهاية المرحلة دي، هل فعلا مواكب للي كان موجود في البيزنس كيس ولا لا. لان لو مش مواكب يبقى انا كده ممكن بصرف بزياده، يبقى لا الموضوع هيخسر معايا. لو مواكب يبقى احنا ماشيين كويس. طيب خلاص الديسيشن بتاعي عند الجيت دي ان انا جو اتس اوكي كمل، احنا ماشيين مظبوط طبقا للبيزنس دوكيمنتس اللي بتقول ان انا هيجي لي استثمار او عائد معين على الاستثمار ده. زي ما بنقول باستمرار البروجكت مانجمنت، البروجكت مانجمنت مش بمعزل عن بقيه التخصصات. البروجكت مانجمنت موجود كيونت جوه البيزنس، فبالتالي هو مش منفصل عن البيزنس، بالعكس البيزنس هو اللي بيبقى الاساس، وبناء عليه بتتولد مجموعه من المشاريع سواء كان بروفيتابل او نون بروفيت، يعني في الحالتين. فبالتالي البروجكت نشا عن بيزنس كيس معينه، ان واحد او شركه او منظمه درست وقالت ان انا لو عملت المشروع ده هيجي لي عائد معين، سواء العائد ده زي ما بنقول بروفيت او العائد ده بنفيت للمجتمع مثلا في الوزارات او الهيئات او الجمعيات اللي هي النون بروفيت. واتكلم على الديسيشن اللي هو جو او نو جو، ده ممكن ان هو يكون كونتينيو تو ذا نيكست فيز، كمل للفيز اللي بعديها، يعني خلاص احنا ماشيين تمام كمل، خلاص القرار بتاعنا كمل. كونتينيو بس مع موديفيكيشن، اعمل لي شويه تعديلات. انا لاحظت هنا ان في شويه حيود وانحراف عن اللي احنا كنا قلنا عليه، ففي تعديلات معينه هنعملها وهنكمل برضه. اند ذا بروجكت، اقفل المشروع. ريمين ان ذا فيز، خليك لسه في الفيز، الفيز ما خلصتش، ارجع كمل تاني. ريبيت ذا فيز اور اليمنتس، عيد الفيز دي تاني من الاول وجديد، باعتبار ان الفيز نفسها ما اتعملتش بشكل صحيح، لا محتاجين ان احنا نعمل الموضوع تاني زي الديزاين مثلا، ولقينا ان الديزاين مش عاجبنا الكونسبت اللي انت طلعته، معلش اعملوا لنا تاني كونسبت تاني، احنا بنعمل حاجه لاند مارك ومهم بالنسبه لنا الديزاين يكون مقبول، حتى لو هنجيب ديزاينر تاني، عيد الفيز مره تانيه. طبعا زي ما بيقول اعتمادا على الاندستري، الفيز جيتس ممكن ان هي تتسمى اسماء تانية زي الفيز ريفيو، ان انا عايز اعمل ريفيو، عايز اقيم، عايز اراجع في نهاية الفيز. الكيل بوينت او الفيز انترانس او الفيز اكزيت، يعني في النهاية المعنى واضح ان انا وصلت عند نهاية الفيز وعايز اقيم اللي فات ده عشان ادخل في الفيز اللي بعديها او ان انا اعمل تعديلات. 1.2.4.4 البروجكت مانجمنت بروسيس. البروسيس او العمليات زي ما قلنا قبل كده هي الوحده الرئيسيه للجايد ده. الجايد متقسم في كل الشابترز اللي هندرسها بعد كده من اول انتجريشن لغايه نهايه الكتاب على مجموعه من البروسيس، كذا بروسيس، وكل بروسيس ليها انبوتس تولز وتكنيكس واوتبوت. انبوت عشان اعمل البروسيس دي محتاج يكون معايا ايه؟ ايه اللي المفروض يكون عندي كدوكيمنتس او اي شيء يكون متوفر بالنسبه لي عشان اقدر اعمل البروسيس دي. طيب عشان اعمل بقى البروسيس هستخدم مجموعه من الادوات والتقنيات التولز والتكنيكس. طيب بعد ما استخدمهم وخلص البروسيس هيطلع عندي اوتبوت اللي هو الحاجه المرجوه من البروسيس. انا كنت بعمل البروسيس دي ليه؟ عشان اطلع اوتبوت معين، سواء اوتبوت واحد او مجموعه من الاوتبوتس. فهنا بيقول ان اللايف سايكل بتدار بان انا بنفذ مجموعه من الاكتيفيتيز تعرف بان هي دي البروسيس، والبروسيس دي زي ما بيقول بيكون عندي
اوتبوت بينتج من خلال ان انا يكون عندي انبوتس ادخلها، بدخل انبوتس واعمل عليها تولز وتكنيكس معينه، او ان انا انفذ حاجه معينه باستخدام التولز والتكنيكس عشان اطلع في الاخر مجموعه من المخرجات، مخرج واحد او مخرجات اللي هي الاوتبوتس. والبروسيسز بتكون مرتبطه ببعضها، بمعنى ان المدخل اللي انا احتاجته في البروسيس دي ممكن يكون اوتبوت طالع من بروسيس ثانيه. نفس الشيء البروسيس اللي انا بعملها دي هتطلع اوتبوت، الاوتبوت ده هستخدمه كانبوت في بروسيس ثانيه، فعشان كده بيبقى في تداخل في الموضوع على بعضه. يعني انا مثلا عايز اعمل ديفاين للاكتيفيتيز، طيب بعد ما عملت ديفاين للاكتيفيتيز طلع لي اكتيفيتيز انشطه، طب الانشطه دي هتبقى انبوت بعد كده، وانا باجي ان انا اشوف استيميشن لريسورسز مثلا اللي محتاجاها، او ان انا عايز اقدر مثلا التايم لكل اكتيفيتي منهم. طب عشان اقدر التايم قول لي ايه هي الاكتيفيتيز الاول اللي هي كانت اوتبوت هناك بقت هنا انبوت، هدخل ان انا اقدر التايم، اعمل استيميشن للتايم، اعرف التايم بتاع كل اكتيفيتي وهكذا. وبالتالي زي ما قلنا يبقى عندنا الاوتبوت بيكون او جنرالي ريزلت ان يا اما انبوت تو انذر بروسيس، يا اما هيكون الاوتبوت اللي طالع ده عباره عن انبوت في بروسيس ثانيه، او الديليفربل وصلت بقى المنتج او المخرج المرجو من الفيز او من المشروع اللي هو المبنى مثلا على بعضه او الابلكيشن او غيره. وبدا يتكلم ان البروسيس بتكون بتندرج تحت واحدة من الكاتيجوريز الثلاثة اللي هو قالهم، يا إما بروسيس إن هي هتتعمل مرة واحدة بس في المشروع، زي مثلا ديفلوب بروجكت شارتر. البروجكت شارتر اللي هو ميثاق المشروع وهنعرفه بعد كده. عملية الكلوز للبروجكت برضه هعملها مرة واحدة في نهاية المشروع، سواء بعملها بقى مرة أو في بري ديفايند بوينتس في المشروع، نقطة معرفة من قبل في المشروع. فبالتالي ده نوع من أنواع البروسيس. في نوع تاني اللي هي البروسيس اللي بتتكرر عند الاحتياج، لما بحتاجها بعملها، وذكر المثال بتاع acquire resources ان انا عايز اجيب resources سواء كانت human resources او physical resources، فعشان اجيب ال resources دي هعمل البروسيس الخاصة ب acquire resources، او conduct procurement ان انا اعمل تعاقدات او مشتريات معينة، فدي بعملها عند الاحتياج. وفي بروسيسز تانية continuously repeated يعني او performed بتتكرر او بتتنفذ بشكل متكرر، زي مثلا quality control او control quality define activities، انا هبدا ان انا شغال الاعمال دي باستمرار. وذكر وقال ان معظم المونيتورنج وكنترول بروسيسز تندرج تحت الجروب دي، لان انا بعملها باستمرار خلال فتره المشروع ان انا عمال اعمل مونيتورنج وكنترول. البروجكت مانجمنت بروسيس جروبس، البروسيس جروبس كنا اتكلمنا عنها وقلنا ان الجايد بدا ان هو يقسم او يعمل كاتيجورايزنج او ترتيب للبروسيس بتاعتي على شكل بروسيس جروبس، مجموعات للعمليات، وقلنا ان فيها خمسه بروسيس جروب: الانيشيشن، بلاننج، الاكسكيوشن، مونيتور وكنترول، وفي الاخر الكلوزنج. نبدا ان احنا نتعرف واحده واحده مع الجايد كده على كل واحده. بدا في الاول بالانيشيتنج بروسيس جروب. الانيشيتنج بروسيس جروب بتبقى في البدايه، الهدف منها ان انا بعرف البروجكت او النيو فيز اوف ان اكزيستنج بروجكت عشان اخد الاوثرايزيشن، هو ده الكي وورد بتاعتي. الكي وورد عندي ان يبقى فيه اوثرايزيشن للستارت، ان انا فعلا احصل على تصديق او موافقه على ان انا ابدا الفيز دي، على ان انا ابدا البروجكت ده. فبالتالي الانيشيتنج بروسيس جروبس تهدف لان انا احصل على الاوثرايزيشن تو ستارت. البلاننج بروسيس جروب بتضم البروسيسز التخطيطيه، اللي يعني ايه تخطيطيه؟ يعني انا بفكر في المستقبل ممكن اعمل ايه، انا عايز ارتب هعمل ايه، هرتب اعمل ايه في التايم في الكوست، ان انا عايز اخطط للكواليتي، عايز اخطط لاي شيء بقى، دي كلها تعتبر جهود تخطيطيه بتبقى في البلاننج بروسيس جروب. اللي بعديها الاكسكيوتنج بروسيس جروب المتخصصه او المتعلقه بالتنفيذ، ان انا بعمل performing للاكتيفيتيز، انا عملت خطه اللي هي البلان وعملت جهود تخطيطيه كتير، عايز ابدا انفذ الجهود التخطيطيه دي، هنفذها من خلال عمليات التنفيذ التابعه للاكسكيوتنج بروسيس جروب. نيجي بعد كده للمونيتور اند كنترول. المونيتور اند كنترول مقصود بيه ان انا كان عندي بلان، قلت ان انا في خطه معينه عايز اعملها، وجيت بعد كده عملت اكسكيوشن، هل فعلا الاكسكيوشن ده كان مواكب للبلان دي ولا لا؟
هعمل الكلام ده من خلال المونيتور وكنترول. انا باجي على الايتمز المعينه واشوف هل فعلا انا نفذت طبقا للبلان ولا لا. لو نفذت طبقا للبلان اتس اوكي، لو ما نفذتش طيب ليه؟ هل فعلا بسبب الاكسكيوشن كان فيه فارينس او حيود او انحراف ما التزمش بالخطه، ولا الخطه نفسها هي اللي كان فيها مشكله ومحتاجه ان هي تتعدل؟ نيجي بعد كده في الاخر للكلوزنج بروسيس جروب اللي هي مجموعه عمليات الاقفال او الانهاء. ان انا باجي اقول ان المشروع او الفيز اللي انا بتكلم عليها دي خلصت وبديها فورمال كلوزنج، يعني ان انا بدي انهاء رسمي موقع مختوم، ان انا بقول خلاص كده تعتبر المرحله اللي احنا كنا فيها دي خلاص خلصت. فبعمل فورمالي كومبليت او كلوز للبروجكت او للفيز او للكونتراكت. البروسيس مربوطه زي ما قلنا بانبوتس واوتبوت، وبيأكد تاني على ان البروسيس جروبس ما تعتبرش بروجكت فيزز، البروجكت فيزز مختلفه عن البروجكت جروبس. اتكلم بعد كده عن البروجكت مانجمنت نوليدج اريا. زي ما الكتاب قسم البروسيسز دي لمجموعه من العمليات تعتبر كانها يعني في تسلسل زمني، وان كان في بينها اوفرلاب شويه، بس لو قلنا مثلا ان هي ايه كانها بتحكي التسلسل الزمني بالبروسيس جروب، برضو قسمها بالنوليدج اريا. النوليدج اريا اللي هو فرع من فروع العلم زي التايم زي الكوست زي الكواليتي زي الريسورسز زي الكوميونيكيشن الريسك وهكذا. كل فرع من الفروع دي بدا يقول ايه البروسيسز اللي موجوده في كل فرع من الفروع دي. والشابترز بتاعت الكتاب متقسمه بنفس الترتيب، يعني هلاقي مثلا شابتر للانتجريشن، شابتر للسكوب، شابتر للتايم، شابتر للكوست، شابتر للكواليتي وهكذا. فبالتالي بيقول ان البروسيس برضو قسمناها بطريقه ثانيه طبقا للنوليدج اريا، وبقى عندنا 10 نوليدج اريا 10 نوليدج ارياز موجودين. اول واحد فيهم الانتجريشن. الانتجريشن خاص بالحاجات العامه، لما انا بتكلم على بروجكت مانجمنت بلان مثلا بصوره عامه. يعني ايه بصوره عامه؟ يعني لو بخطط للتايم بس فده خلاص متعلق بالشابتر بتاع التايم، لو بخطط للكوست بس متعلق بالكوست. طب لو جمعت الاثنين على بعضهم بقى في دوكيمنت خاصه بالتخطيط لكل شيء، للكواليتي للريسورسز لكل حاجه، دي يبقى انا كده التخطيط الخاص بالانتجريشن. يبقى الانتجريشن ان انا بعمل كومبايننج، ان انا بعمل انتجريشن او بعمل تكامل ما بين كل البروسيس اللي موجوده في النوليدج اريا المختلفه. يعني على سبيل المثال في المونيتور وكنترول، لو انا بعمل مونيتور وكنترول على مستوى التايم بس، طيب ما ده كده تايم. لكن لو جيت عملت ريبورت مثلا موجود فيه حاجات مختلفه، جزء تايم وجزء كوست وجزء كواليتي، يبقى انا بعمل مونيتور وكنترول على المستوى المشروع بالكامل، فدي تندرج تحت الانتجريشن. السكوب مانجمنت مقصود بيه اداره النطاق. النطاق اللي عباره عن ايه الاعمال اللي انا هنفذها في المشروع، ايه اللي انا المفروض ان انا اعمله، ايه المفروض ان انا اخرجه، سواء البروجكت مانجمنت سكوب او اللي هو يعني الاعمال اللي انا هعملها كاداره مشروع، او البرودكت نفسه المنتج اللي هيطلع ده عباره عن ايه. السكادجول مانجمنت مقصود بيه ان انا امانج التايم لاين، ان انا اقول كل حاجه المفروض هتتنفذ امتى عشان اوصل ان انا اخلص المشروع في ميعاده. الكوست مانجمنت متعلق بالاعمال بتاعه التكاليف او الاعمال الماليه زي الاستيميشن للكوست، البادجيتنج، فاينانسنج، فاندنج وهكذا. الكواليتي مانجمنت ان انا اخطط وانفذ واراقب الجوده، الحاجات المتعلقه بالبرودكت كواليتي او البروجكت كواليتي. الريسورس مانجمنت ان انا اعرف الريسورسز وابدا ان انا اعينها واديرها، وسواء كانت الريسورسز الهيومن ريسورسز او الفيزيكال ريسورسز. الكوميونيكيشن مانجمنت اي حاجه فيها تواصل هخطط لها ازاي وهنفذها ازاي، والبيانات او الانفورميشن هسترجعها ازاي. يعني مثلا الحاجات اللي هي خاصه بالريبورتس دي تعتبر كوميونيكيشن، البرزنتيشن ده يعتبر كوميونيكيشن، الايميلز تعتبر كوميونيكيشن، الانترفيو او الميتنجز تعتبر كوميونيكيشن، كل ده يعتبر كوميونيكيشن. اي حاجه فيها المعلومات ان انا بحركها من مكان لمكان، ببعتها للناس او ان انا باخدها وبنظمها. البروجكت ريسك مانجمنت مختص بالمخاطر المشروع، ازاي ان انا هخطط لاداره المخاطر واعرفها وادرها وابدا ان انا اتابعها، هل الخطر ده حصل ولا لا، طب لو حصل هنفذ ايه، ريسبونس بلان، هستجيب ازاي وهبدا اراقب الكلام ده ازاي. البروكيورمنت مانجمنت، البروكيورمنت اللي هي المشتريات مقصود بيها اعمال التعاقدات او المشتريات.
اي حاجه تعامل مع كونتراكتور سب كونتراكتور فيندور، ده تحت البروكيورمنت. وفي النهايه الستيك هولدر مانجمنت يعتبر النولج اريا الاخيره او العشره. الستيك هولدر زي ما قلنا المعنيين، انا عايز ان انا اخطط اشوف انا هتعامل معاهم ازاي، وابدا ان انا اعمل لهم جروبنج. في ناس مثلا ليهم انترست معين، في ناس الانترست اقل، في ناس عندهم باور معين، في ناس الباور اقل. طب انا محتاج ان انا ادير كل الستيك هولدرز دول، فبالتالي البروسيس اللي خاصه بالستيك هولدر هلاقيها في الشابتر بتاع البروسيس بتاع الستيك هولدر او النولج اريا يعني بتاعت الستيك هولدر. ده كده المجموعة الخاصة بموضوع الديسيبلينز او اللي احنا بنسميهم النوليدج اريا. بيقول في النهاية ان بعض المشاريع قد تحتاج نوليدج اريا مختلفة مش موجودة من ضمن العشرة اللي احنا ذكرناهم، وجاب مثال على موضوع الكونستراكشن. الناس بتوع الكونستراكشن قد يحتاجوا نوليدج اريا للسيفتي والهيلث والانفايرومنت الاتش اس اي مثلا، باعتبار ان هي موجودة في الكونستراكشن لكن مش موجودة في الاي تي، فمش هنقدر ان احنا نعممها ونحطها بالعشرة. لكن بنذكر يعني ان ايه، ان ممكن تلاقي حالات زي كده ان في فرع معين من الاندستري محتاج يكون فيه نوليدج اريا مختلفة. وبدأ في الصفحة اللي بعديها ان هو يحط جدول كده بالطول وبالعرض، مقسم بالعرض البروسيس جروبس وبالطول النوليدج اريا نفسها. تقاطع كل واحدة مع التانية هلاقي مجموعة من البروسيس. على سبيل المثال لو جينا نبص على اول يعني سطر او اول صف، الصف الاول ده بيتكلم على العمليات بتاعة الانتجريشن. هنلاقي عمليات الانتجريشن في 7 عمليات. العملية الاولى اسمها develop project charter، العملية التانية develop project management plan، التالتة ان انا هنفذ ان انا هعمل direct and manage project work ومانج بروجكت نوليدج، والعمليات الخمسه والسته عمليات كنترول اللي هي ان انا بعمل مونيتور وكنترول للبروجكت ورك وبرفورم انتجريت تشينج كنترول، والعمليه السابعه كلوز بروجكت اور فيز. كل العمليات دي هندرسها واحده واحده بالتفصيل. الشابتر ده اللي هو الشابتر الرابع، طالما كاتب اربعه بروجكت انتجريشن مانجمنت فده كده شابتر 4. هندرس كل واحده من دول بالتفصيل، بس هو بيعرفني ان في الشابتر ده اللي هو خاص بالنوليدج اريا بتاعت الانتجريشن عندي 7 عمليات، واحده منهم انيشيشن، وواحده بلاننج، واثنين اكسكيوشن، واثنين مونيتور كنترول، وواحده كلوزنج. وهكذا الشابتر اللي بعده هلاقي العمليات بتاعت السكوب يا اما تخطيطيه يا اما مونيتور كنترول بس، مش هلاقي حاجه في الانيشيشن ولا هلاقي حاجه في الاكسكيوشن ولا في الكلوزنج. وهكذا لغايه ما يكمل جميع العمليات اللي متقسمين على ال 10 نوليدج اريا. طبعا هو بادئ من رقم 4 عشان اول 3 شابتر يعتبروا كانهم فريم ورك او يعتبروا كانهم انترودكشن او يعني ايه الاطار اللي احنا بنشتغل فيه، بيحاول ان هو يعرفنا الحاجات النظريه الاول قبل ما يدخل في النوليدج اريا. من اول شابتر 4 لغايه 13 اللي هم ال 10 شابترز دول بيتكلم في كل شابتر منهم على نوليدج اريا مختلف. Project Management Data and Information. ايه الفرق ما بين الداتا والانفورميشن؟ الداتا هي عباره عن البيانات الخام اللي انا بجمعها بس لسه مش متفسره قوي، بيانات كتير ورا بعضها ومش مترتبه ومش متنظمه ومش قادر ان انا افهمها بشكل كويس. زي مثلا لو بنتكلم على نسب انجاز، مثلا جيت قلت ان نسبه انجاز مثلا برودكت معين زي مبنى مثلا معين نسبه الانجاز بتاعته 35%. طيب 35 استفدت ايه؟ يعني ده شيء كويس ولا وحش؟ ممكن 35 هو كده متاخر ولا متقدم؟ انا مش قادر اعرف. طيب محتاج ان انا اعمل بروسيسنج، محتاج ان انا اعمل معالجه او انالايزنج، ان انا احلل شويه كده في الارقام دي بناء على اي كرايتيريا عندي. طيب خدت ان انا استها بالبلاند، كانت البلاند 80%، جيت طرحت 80 ناقص ال 35 لقيت مثلا ان الفرق 45، يبقى عندي تاخير او فارينس او حيود 45%، رقم كبير، رقم مش قليل، ده معناه ان انا متاخر جدا. بناء على كده خدت متاخر جدا دي وعرضتها ان دي الانفورميشن بتاعتي، يبقى انا الانفورميشن في عندي فارينس، والفارينس ده قد ايه مثلا، والديسيشن بتاعي مثلا ايه. ده كده انا حولت الداتا لانفورميشن. طيب لما اجمع مجموعه انفورميشن معينه واجمعهم مع بعض في شيت معين، سواء كان الشيت ده ورقي فيزيكال يعني او الكترونيك
فلما اجمع الحاجات دي مع بعضها بطلع حاجه اسمها ريبورت، بطلع تقرير. يبقى التقرير عباره عن مجموعه من الانفورميشن متجمعه مع بعض. ودي الثلاثة ليفلز اللي موجودين للانفورميشن او للداتا والانفورميشن. هلاقي ان انا عندي داتا بحولها لانفورميشن، والانفورميشن بجمعها مع بعضها عشان اعمل ريبورت. هلاقي في الشكل بعد كده هو عطيني مجموعه من البروسيسز اللي موجوده وقايل لي ان في اكسكيوتنج بروسيس، انا عمال انفذ، وانا بنفذ بيطلع عندي داتا Work Performance Data. اخدها على العمليات الخاصة بالكنترول، ان انا احللها او افهمها او انظمها، ابدأ ان انا اطلع ساعتها Work Performance Information. Information معلومة تتفهم، واجمع الكلام ده كله مع بعضه مع حاجة اسمها Overall Project Control، ان انا بعمل كنترول كامل، واطلع ساعتها Work Performance Report. الورك بيرفورمانس ريبورت، الريبورت ده محتاج ان انا اوصله للناس، يبقى هيدخل على عمليات الكوميونيكيشن عشان ان انا اوصله سواء للتيم ممبرز اللي عايزين يقروا الريبورت ده او للستيك هولدرز المعنيين المهتمين بالامر. ممكن ان هو يروح على البروجكت تشينج كنترول، الناس اللي هيعملوا تشينج يبداوا يبصوا في الريبورت ده، هل احنا محتاجين تشينج؟ لا مش محتاجين، طيب خلاص، لا او محتاجين، لا يبقى نبدا ان احنا نعمل عمليات خاصه بالتشينج. فاطلع مثلا ابروفد تشينج ريكويست، طيب الابروفد تشينج ريكويست ده هيبقى كانه سكوب جديد عندي، كاني عندي حته من المشروع بقت جديده، طيب محتاج ان هي تتخطط للتايم وللكوست والكلام ده، يبقى هعمل عليها الفاريوس بروجكت بروسيس، عمليات المشروع المختلفه. طيب هعمل عليها العمليات دي، يبقى هرجع ان انا انفذ وهكذا، بتبدا السايكل تلف مره ثانيه.